نعمل شويه كده مكرونه كده شويه كده مكرونه سهلين قوي قوي قوي. ازاي بتعمله؟ فكره ان انا بجيب عندي طماطم، بقوم ايه مقشرها ازاي. طماطم عشان تتقشر دلوقتي سهله جدا، انت بتجيبيها من كده، بس تبقى طبعا بتبقى الطماطم موجوده جامده، بتقوم عامله لك كروست كده من فوق كده وكده كده، بس ما تنزلش اي ايه الاكتر من كده، وتقوم واخداها كده وتحطها في ميه سخنه. بعد ما تحطيها في ميه سخنه بالظبط 3 دقايق بتقوم شايلاها، بتلاقي القشره دي طلعت في منتهى السهوله. بعد ما بتطلع بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شيء ايه شايفاه. ماشي كده؟ طيب حط عندي توم في الايه في الكبه هنا، 3 أو 4 فصوص توم، ومعاهم ريحان، ظهر الريحان كفايه، هم قافلين. شويه مكرونه بالصوص الاحمر محترمين قوي. طيب هاخد عندنا زيت الزيتون والكلام الجميل ده، ونروح فين؟ عندي على وقع عندي على النار، اقوم حاطط عندي شويه زيت زيتون، واقوم واخد عندي الريحان والثوم، ومحمصهم على النار. بعد كده بقوم واخد عندي الطماطم، بالظبط ما هم موجودين موجودين والله، هم واخد عندي الطماطم وبالسكينه كده، او لو عندك مثلا مبشره ولا حاجه والله براحتك، يعني بالسكينه كده مبشره ما فيش اي مشكله خالص. عايزه تعصرهم في الخلاط برضو ما فيش مشكله، عايزه تريحي نفسك ولا تعملي الطماطم اللي انا بقول لك عليها بالشكل ده وتقومي عصرها في الخلاط برضو ما فيش مشكله. فكرة ان انا بشيل الجلد بتاعها منها وبقطعها عندي مكعبات، وبنعمها بالشكل ده. ناخد واحد كمان اهي، الاخبار مش عايزين نحمص الثوم اكتر من كده عشان بس ايه ما يحرقش في الصدر واحنا بناكله. ناخد عندنا الطماطم اللي احنا قطعناها مكعبات ديت، ونروح عندي على الريحان والثوم. صلصة طماطم ماشي كده اهو، وبعد كده مش هنستعجل دلوقتي، ونحط عندنا الميه السخنه ما تتشوحوا، بس يتشوحوا الاول مع بعض كويس، والطماطم تنزل الميه بتاعتها. نبدا نقوم حاطين عندنا الايه الملح، شويه فلفل، والروائح الممتازه بتاعه الريحان مع الثوم مع الطماطم بدات تطلع وتظهر عندنا. بالظبط كده. خلي المعلومات دي لنفسك هتبقى حلوه جدا. ايه ربنا يبارك. حط عندنا ايه شويه ميه سخنه، ونسيبها عندنا لحد ما تبدا ليها تتبخر، والطماطم عندي تستوي معايا براحتها خالص. عايزه تديها واحده كده بالهاند بلندر وتضربيها ضربه ما فيش مشكله، عايزه تسيبها قطع كده لان هي مش هتبقى قطع قوي كده، تهرس شويه وتحط المكرونه عليها وتقدميها مع شويه جبنه بارميجان بالهنا والشخر. طبعا بص بتبقى عامله ازاي بقى، يعني محتاجه تتقل كمان شويه بصراحه، عشان احنا بناكلها نبقى مستمتعين. اضفت لها ايه في الفاصل؟ ضفت لها نص معلقه صغيره من السكر تظبط معايا الدنيا. بقى الصوص كده تمام، كده تمام. بص عامل ازاي، هو ده الكلام قوي مظبوط قوي. ننزل عندنا بايه المكرونه الاسباجيتي والمكرونه زي ما اتفقنا، ما تبقاش ايه مسلوقه سلقه كامله، يعني ايه 3 أرباع سوا او 50% سوا كمان.
ناخد الكلام ده كله اهوت ونقوم ايه مقلبين شويه مكرونه بالريحان بالصوص الاحمر، حاجه معتبره. وناخد بقى الكلام ده كله نروح فين؟ الله، بص شكل الطاسه دي عامله ازاي؟ قدم فيها المكرونه كده مغريه جدا، شويه ريحان كده من هنا. يا سلام لو جبنا بارميجان صدقيني بتوديها في حته تانيه خالص.